فتة الشاورما أو الفتة السوري، ومعروفة في بعض المحلات باسم شاورايس، يعني رز الشاورما، حاجة كده فظيعة. وهنعملها النهاردة بطعم بجد بجد أحلى من المحلات. خليكم معايا وإن شاء الله تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الطبخة سهلة، ومعاكم نشوى مجدي. هنعمل النهاردة إن شاء الله فتة الشاورما. وأول حاجة عندي هنا كيلو من صدور الدجاج أو الفراخ اللي هي متقطعة تقطيعة الشاورما، حطيت عليها عصير نص ليمونة، وعندي هنا معلقتين كبار من الخل، وعندي كمان 3 فصوص توم كبار مفرومين ناعم. لو التوم اللي عندك صغير يعني عايري تقريبا نص معلقة كبيرة من التوم المهروس. وهحط كمان نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الزنجبيل البودر، وكمان نص معلقة من الحبهان المطحون، ونص معلقة من الكزبرة الناعمة. وعندي هنا المكون الاساسي اللي بيديني ريحة الشاورما الحلوة قوي اللي هو القرنفل، ومش هزود يعني تقريبا ربع معلقة صغيرة من القرنفل، وهقلب التتبيلة كلها مع بعض، وهسيبها بقى في التتبيلة اقل حاجة تقعد في التتبيلة دي ساعتين. بعد كده بقى هبدأ اعمل الرز بتاعي. عندي هنا تقريبا 3 معالق من الزيت على النار، وضفت عليهم بصلاية متوسطة مفرومة ناعم، وفصين ثوم مفرومين، هقلبهم مع بعض كده في الزيت. انا مش هحمرهم ولا حاجة، انا بس عايزاهم يدبلوا. وهضيف هنا عليهم ورقتين لوري، وهحمر كده ورق اللوري مع البصل والثوم علشان يديله ريحة حلوة، ويطلع الرز عندي ليه نكهة حلوة. يعني هنا عندي البصلة بعد ما دبلت، هضيف نص معلقة كبيرة من الكركم، نص معلقة تكون مليانة يعني، ونص معلقة كمان من الكاري، هقلب كويس، وحاول ما سيبش على النار كتير لان الكركم والكاري بودر، فعلشان ما يتحرقوش معايا. مجرد تقليبة واحدة وبعدين هبدأ أضيف الرز. وهنا عندي 2 كوباية من الرز البسمتي مغسول ومنقوع تقريبا نص ساعة، هقلب كده الرز مع الخلطة بتاعتي. وهنا عندي المكعب المرق، بس هنا بودر مش مكعب، لو انت هتضيفي مكعب يعني المتوفر عندك، يا اما بودر يا او مكعب. وبعدين هضيف الملح وهقلب كويس، وبعدين هبدأ أضيف المية. وكل 1 كوباية رز بسمتي بتاخد 2 كوبايتين من المية، يعني هنا هضيف 4 كوبايات تقريبا. وهغطيه لحد ما يغلي ويتشرب، وبعدين هوطي عليه على نار هادية خالص لحد ما يستوي. هنا بقى العيش الشامي بتاعي، ويفضل انه يكون رقيق بالشكل ده، اما لو مش متوفر عندك يعني الرقيق يبقى اي عيش شامي متوفر عندك. هنبدأ ان احنا نقصه بالمقص كده مكعبات، ونحاول انها تكون باحجام متساوية، يعني ما تعمليش حتة كبيرة وحتة صغيرة علشان تاخد نفس التحمير او نفس الوقت في الفرن، ما تلاقيش الصغير مثلا اتحمر وتلاقي ان الكبيرة لسه محتاجة وقت. حاولي ان تكون المكعبات بتاعتك او التقطيع بتاعتك تقريبا متساوية. انا هنا عملت تقريبا 3 رغفة من المقاس اللي احنا شفناه ده. وبعد كده هنا عندي 2 معلقة من السمنة، حطيت عليهم فص ثوم مهروس، ونص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وبعدين هبدأ ان انا ادهن العيش بتاعي بالشكل ده، الثوم مع السمنة مع الفلفل الاسود بيدي طعم فظيع بصراحة للعيش بتاعي لما بيتحمص. هقلبه كويس، وحاول ان انا افرده كويس في الصينية علشان ما يبقاش فوق بعض وتلاقي جزء اتحمص والجزء التاني لا. وهدخله الفرن لحد ما يتحمص عندي وياخد اللون الذهبي. هنا بقى علشان اعمل التومية بتاعتي، عندي 1 كوباية من المية، هضيف عليها 2 كبار من النشا، 2 معلقة مليانين، هقلبهم كويس كده على البارد لحد ما النشا كله يدوب في المية.
وبعدين هاخده على النار وهقلب فيه لحد ما يتقل ويوصل للون الشفاف بالشكل ده، وبعدين هاخدها هحطها في التلاجة لحد ما تبرد. بعد ما بردت عندي هجيبها بقى هنا في الكبة وهضيف عليها 3 فصوص من الثوم، 3 فصوص كبار، وكمان معلقتين كبار من المايونيز، ومعلقتين كبار من الخل، وعصير نص ليمونة، وعندي هنا ربع كوباية من الزيت وربع كوباية زيها من المية، ونص معلقة صغيرة كمان من الملح. وهضرب كل المكونات دي عندي في الكبة لحد ما كل الخليط يتجانس مع بعض. وادي التومية بتاعتي جاهزة وطعمها فعلا زي الجاهزة بالظبط. هنا بقى الشاورما بتاعتي بعد ما اتبلت وقعدت في التتبيلة الفترة الكافية بتاعتها على النار في طاسة كده، هحط 3 معالق كبار من الزيت، ولازم الزيت يسخن قوي، يعني لازم الزيت يكون سخن جدا. وهبدأ اني اضيف قطع الدجاج عندي او الشاورما، وحاول اني افردها كويس كده في الطاسة بحيث انها ما تبقاش فوق بعض، حاول اني افردها كويس، ومش هقلبها كده لحد ما تستوي ولاقيها اتحمرت تقريبا من تحت. وهنا الاضافة دي عندي دبس رمان، لو متوفر عندك هتضيفي تقريبا معلقتين كبار من دبس الرمان. وخدي بالك انا عندي هنا كيلو من الفراخ المقطعة او كيلو من الشاورما، اما لو انت هتعملي كمية اقل ما تحطيش معلقتين دبس رمان علشان ما يمززش معاكي قوي وتبقى مززة، يعني لو هتعملي نص الكمية او نص كيلو هتحطي معلقة واحدة من دبس الرمان، ربع كيلو هتحطي نص معلقة، يعني راعي الكمية اللي هتعمليها. وزي ما قلت لك لو مش متوفر عندك خلاص هنكتفي بالخل اللي احنا حطيناه في الاول وخلاص كده. وبعدين هسيب الشاورما بتاعتي على النار تتحمر على الجنبين وتبقى كده الشاورما بتاعتي جاهزة. هنا عندي بقى بعد ما العيش اتحمص، انا هنا حطيته في بولة صغيرة وحطيتها في نص الطبق بالشكل ده، وهجيب الرز بقى احطه حواليها. انا مش عايزة احط العيش تحت الرز علشان بيطرى، انا عايزة احتفظ بالتحميصة بتاعته دي وهو مقرمش كده بيبقى حلو قوي. هحط الرز حواليه بالشكل ده، احاول ابعد الرز كده من الجناب علشان لما اشيل البولة ما يقعش فوق العيش بتاعي المحمص. وادي الشاورما بتاعتي، شايفين لونها فظيع وريحتها طالعة ملهاش حل بصراحة، حلوة جدا جدا جدا، وفعلا طعمها يعني بجد احلى من الجاهزة كمان. هبدأ بقى اضيف قطع الشاورما عندي فوق الرز بالشكل ده. طبعا انت لو العيش مش عايزة تحطيه في النص ممكن تحطيه على جنب او تحطيه فوق، بس حاولي ما تحطيهوش تحت علشان ما يتراش. وادي بعدين جبنا كده التومية بتاعتي، وهبدأ ان انا اضيفها على الوش بالشكل ده، وبرضو بعدت عن البولة وبعدت عن العيش بتاعي علشان ما يتراش. وباقي التومية بقى هحطها في طبق جانبي كده، اللي عاوز يزود براحته ممكن ان هو يزود. وبعدين هبدأ اشيل البولة بتاعتي، وادي شكلها النهائي فظيع بجد بجد، انصحكم تجربوها حلوة جدا جدا جدا، وبالهنا والشفا.